اهدي يا حبيبتي، ما تعمليش في نفسك كده، ان شاء الله خير ان شاء الله. واحد الله يا مواسين. ونعم بالله شريف هيبقى كويس، هيبقى كويس. امسكي نفسك شويه يا ندى عشان خاطر الولاد. وما عرفتوش مين ولاد الحرام اللي خبطوه دول؟ لا، بس انا لما قريت المحضر لاحظت حاجه غريبه قوي. لاحظتي يا حنان؟ العربيه اللي خبطته ما كانش عليها نمر. وده معناه ايه؟ معناه ان هم احتمال يكونوا قاصدين وشايلين النمر عشان يخفوا جريمتهم. يعني هم كانوا عايزين يقتلوه؟ ممكن. طب ومين مصلحته يعمل كده؟ لا معرفش، بس البوليس بيحقق وانا طبعا متابعه اول باول. مساء الخير يا جماعه. قلبنا معاك يا ندى. شريف عامل ايه؟ هيبقى كويس ان شاء الله. يا رب، ربنا يطمنك ويطمنا ان شاء الله. انا هتجنن، انا لسه كنت امبارح قافل معاه في التليفون ومفيش اي حاجه. عديت على الاستوديو قالوا لي اللي حصل ده ونقلوه على المستشفى. طب انت شفت اي حد من اللي شاف الحادثه؟ قالوا لك ايه؟ اي حد شاف العربيه اللي خبطت شريف بيقولوا كانت بتجري باقصى سرعه. لا كده بقى زي ما توقعت، العربيه كانت قصده تخبط شريف. اخ يا ناري لو وجعوا في يدي. وحضرتك يا مدام حنان ما وصلتيش لاي خيط يدلنا على اللي عمل كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دكتور طمني يا دكتور، اخباره ايه؟ ان شاء الله خير، اطمنه. طب هو مش بيفوق ليه؟ ده عشان الارتجاج اللي عنده، وان شاء الله يفوق بالتدريج. عن اذنكم. شكرا. يا رب يا رب يا رب يا كريم. ان شاء الله خير. خير خير. ايوه يا ساره. لا يا حبيبتي الدكتور طمنا، مش لازم تيجي ولا حاجه. لا يا ساره ما تقوليش لماما حاجه، امسكي لسانك ارجوكي، لما يفوق نبقى نقول لها. طيب مع السلامه. مع السلامه. خير ان شاء الله. يا رب. Watch it.